يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى واجمل مشتركين ومتابعين بقناتي انا جرمين المحلاوي. انا كنت وعدتكم بفيديو تاني تكملة للفيديو الاولاني اللي هو بتاع تخصيص القناة، اللي هو ضروري جدا يا جماعة تمشوا على الخطوات دي علشان تخصصوا القناة بتاعتكم، لان القناة اللي مش هتعمل كده هيقع عليها قدر جدا ويبقى صعب انه تظبطوا القناة عندكم. بس انا دلوقتي انا بعتذر منكم والله جدا، حصل موقف غير مقصود تماما. انا طبعا اول ما عرفت بموضوع التحديثات دي خصصت القناة وزبطت القناة عندي تمام. لما انا دلوقتي الساعة 8 الصبح، انا نزلت لكم الفيديو امبارح، فلما صحيت لقيت القناة بتاعتي الحمد لله اللي اتظبطت، يعني الاختيارات كلها اللي كان اليوتيوب مدهالي. يعني كويس ان انا عملت لكم الفيديو امبارح لان الطريقة خلاص اتشالت من عندي. بس انا هحاول اقول لكم انا عملت ايه الفيديو بتاع امبارح، الفرق بينه وبين الفيديو ده. الاتنين مهمين جدا وبالذات للناس اللي القناة بتاعتهم اتفعلت. ليه بقى؟ لان الناس اللي القناه بتاعتهم اتفعلت هو كده كده مفيده للاتنين، اللي قناته اتفعلت او اللي ما اتفعلتش. لان الفيديو بتاع امبارح انتوا بتخصصوا القناه في المستقبل، يعني اي فيديو هتنزلوه من امبارح واللي بعد كده خلاص انتوا هتبقوا اللي مشيوا على الطريقه وعملوا الطريقه هيبقوا ظبطوا القناه في المستقبل. طب بالنسبه للفيديوهات اللي هي اوريدي موجوده عندنا، لو انتوا ما ظبطتوهاش ممكن يتوقف من عليها الارباح. بالنسبه للناس اللي لسه ما اتفعلتش القناه، لما تيجي تتفعل القناه بتاعتها ممكن ما ينزلش عليها ارباح، فيبقى ضروري جدا ان احنا نظبط الفيديوهات القديمه. الفيديوهات القديمه بقى بنظبطها ازاي وبنخصصها ازاي؟ زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي اهي الصفحه بتاعت جوجل كروم تمام. انا جبت الفيديوهات دي منين؟ بصوا يا جماعه زي ما احنا شايفين القوائم اللي هي موجودة على جنب دي، هدوس على تاني خيار اللي هو منور قدامكم باللون الاحمر، هيظهر عندكم اللي هي الفيديوهات المنشورة على القناة تمام. لو انتوا القناة بتاعتكم كلها بتخص محتوى الطفل او ما بتخصش محتوى الطفل، يعني قصدي ان القناة كلها ليها اتجاه او محتوى واحد، هنعمل ايه؟ شايفين المربع اللي فوق ده؟ اديني اول ما هضغط عليه هيعلم لي على كل الفيديوهات. لو في قناة عندها جزء من المحتوى بتاعها موجه للطفل وجزء تاني مش موجه للطفل، هيبتدوا يظبطوا القناة بتاعتهم فيديو فيديو على حدة، يعني كل فيديو لوحده بالبلدي كده. انما اللي القناة بتاعتهم كلها نفس المحتوى هيبتدوا يضغطوا على المربع. انا بس معلش اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده، شايفين هو علم لي على كل الفيديوهات بتاعتي تمام. بس خدوا بالكم من حاجة كويس جدا، دي صفحة 30 فيديو بس. يعني انتوا لما هتظبطوا الصفحة دي هتنزلوا تحت كده وهتضغطوا على السهم اللي انتوا شايفينه الصغير ده، هيجيب لكم الصفحة التالية. علشان بس ما حدش يظبط الصفحة دي ويفتكر ان هو ظبط القناة بتاعته كلها تمام. يعني خدكم الجزئية دي، عايزاكم تاخدوا بالكم برضو وانتوا بتعملوا الخطوات دي، اوعوا تضغطوا على كلمة اللي هي تقييد المحتوى. ملكوش دعوة خالص بتقييد المحتوى، لان انتوا لو عملتوا تقييد للمحتوى كأنكم بتقولوا لليوتيوب مش عايزين ينزل على القناة ارباح. القناة اللي هتخصص قناتها او المحتوى بتاعها للطفل هيتقفل من عليها الاعلانات، هيتقفل من عليها امتيازات كتير زي شاشة النهاية والارباح. ممكن حد يبقى عارف ان القناة بتاعته موجهة للطفل ويقول لا دي مش موجهة للطفل، بتبقى ممكن معرض ان القناة تتقفل نهائي. فانا قلت لكم من حوالي شهرين ثلاثة يا جماعة اللي عايز ينزل على قناته ارباح وهي موجهة للطفل غيروا ايه مضمون القناة بتاعتكم تمام. دلوقتي بقى انا جبت الفيديوهات وعلمت على الفيديوهات كلها تمام. انا بقى عشان خصصت القناة امبارح لما صحيت الصبح لقيت القناة كل الاختيارات اللي كانت عندي امبارح ما بقتش موجودة، لان انا بالفعل خلاص خصصت القناة ووجهت اليوتيوب قناتي رايحة فين. عشان كده الاختيارات اللي كانت عندي امبارح انا لما لقيتهاش موجوده دلوقتي. بس انا جبت بقى الاختيارات دي منين؟ بصوا شايفين كلمه تعديل اهي، هنضغط عليها هكبرها لكم شويه. المفروض ان امبارح
في القايمة دي كان في خانة اسمها الجمهور، انا اجيبها لكم اهي تاني، كان في خانة هنا اسمها الجمهور، هتضغطوا انتوا على كلمة الجمهور هيديكوا، بصوا كانت الاختيارات موجودة هنا في الجزء ده كده فوق المستطيل الاسود ده، هيقول لكم القناة بتاعتكم موجهة للطفل او القناة غير موجهة للطفل، مخصصة للطفل او غير مخصصة للطفل. انتوا هتضغطوا على الدايرة اللي بيخص المحتوى الفيديو بتاعكم، وهتروحوا جايين على جنب هنا في الجزء ده كان في مكتوب ايه، ان انتوا يعني ان انتوا تأكدوا الاختيار بتاعكم ده، تمام؟ هيديكوا تقريبا 3 او 4 5 ثواني وهتبقى الصفحة كلها الفيديوهات اللي انتوا علمتوا عليها زبطتوها. هنقوم عاملين ايه بعد كده؟ انا والله بعتذر منكم لان ايه، انا ما كنتش يعني، يا ريتني سجلت لكم الفيديو امبارح بس ما كنتش اعرف ان انا هقوم الصبح الاقي الاختيارات اللي انا بقول لكم عليها دي راحت. خلاص زبطنا زي ما قلت لكم الصفحة دي كلها، هقوم نازلة هنا في السهم اللي انتوا شايفينه اللي هو الصغير ده اهو، هضغط عليه انا بس ايه، همسح بقى التعليم ده. بس كده خلاص هبتدي اضغط بقى هنا اهو زي ما احنا شايفين كده، هضغط عليه عشان يجيب لي الصفحة اللي بعد كده. ثواني اهو زي ما احنا شايفين جاب لي الصفحة اللي بعد كده، جاب لي ايه؟ جاب لي 30 فيديو تاني. هعمل نفس الخطوات تاني وهضغط على المربع هنا وهعلم كل الفيديوهات، وبعد كده هدوس على تعديل، وفي تعديل هلاقي كلمة الجمهور، هضغط على الجمهور وهبتدي الاقي تخصيص موجود فوق هنا وابتدي ايه اسيفه او اكتبه او ااكد عليه على الاختيار اللي انا اخترته، وهبتدي اعمل نفس الموضوع ده مع كل الصفحات بتاعتي لحد ما الفيديوهات تخلص كلها، تمام؟ يا رب يكون الطريقة ان شاء الله تفهموها، بس بجد والله ما كنتش اعرف ان انا الاختيارات دي هتكون يعني راحت من عندي. حتى انتوا برضو لما هتيجوا تعملوا الاختيارات بتاعتكم هتبصوا تلاقوا تاني يوم انها ما بقتش ظاهرة موجودة عندكم. بس اللي انا بأكد لكم عليه، بأكد لكم عليه لازم تعملوا الاختيارات دي علشان تعبكم ومجهودكم ما يروحش على الفاضي، واليوتيوب يبتدي يخصص القناة بتاعتكم يعني يتوقف من عليها الأرباح. فضروري ان انتوا تعملوا التخصيص الجديد في التحديث بتاع اليوتيوب الأخير، وضروري يا جماعة تعملوا شير شير، بجد حرام ان انتوا تبقوا عارفين ان في حد هيستفيد من المعلومة وانتوا تحرموه من المعلومة دي، لان المسألة مسألة وقت، فلازم تعملوا ده بسرعة جدا. يا رب اكون افدتكم، واي سؤال عندكم اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله انا برد على كل الكومنتات، وان شاء الله انتظروا مني الفترة اللي جاية فيديوهات كتير جدا باذن الله خاصة باليوتيوب بالاصدار التجريبي الجديد، لان استوديو منشئ المحتوى الامتيازات من عليها تبتدي تقف خالص لحد تقريبا بداية السنة الجديدة، مش هيبقى موجود خالص. يلا اسيبكم بقى واشوفكم على خير، سلام.